وأريد أن ألخص حديثي في 4 عناوين رئيسية كلها تتعلق بالمنظومة الأمنية الخليجية سنة 2021، وأريد أن أركز بشكل خاص على أولاً ما هو الثابت فيما يتعلق بأمن الخليج، وما هو المتغير في معادلة الأمنية الخليجية، وأختتم كيف ينبغي على دولنا أن تتعاون بهذا مع هذا الثابت ومع مستجدين اثنين قد طرأ خلال السنوات الأخيرة. وأبدأ أولاً بالثابت. هناك ثابت واحد ووحيد لم يتغير خلال 40 سنة الماضية فيما يتعلق بأمن الخليج، وهذا الثابت الذي لم يتغير له علاقة كما جاء في حديث الزملاء، له علاقة بالخطر الإيراني والتهديد الإيراني. هذا الخطر الإيراني وهذا التهديد الإيراني كان قائماً منذ سنة 1979 ولا زال مستمراً، والأسوأ أنه ازداد خطورة وازداد التهديد تهديداً. أقول هذا لأن إيران لم تعد فقط تهددنا من الشرق، بل أصبحت تهددنا من الشمال في العراق، وأصبحت تهددنا من الجنوب في اليمن. فصرنا فجأة في دول الخليج جغرافياً استراتيجياً عسكرياً مهددين من الشرق ومن الشمال ومن الجنوب، وأصبحنا محاطون بإيران، بإيران عسكرياً، بإيران سياسياً، بقرار أمننا وقرار استقرارنا أصبح مهدداً إيرانياً أكثر من أي وقت آخر من الشرق، بعد أن كان فقط من الشرق أصبح أيضاً مهدداً من الشمال ومن الجنوب. فأصبحنا حقيقة هناك نحن الآن محاطون بما نسميه بالهلال الإيراني، وليس فقط الهلال الشيعي الذي سبق الحديث عنه. هذا تطور مهم، وهذا دليل على إيران أصبحت اليوم أكثر ثقة بنفسها من أي وقت آخر خلال 40 سنة الماضية. أصبحت تضرب منشآت نفطية، أصبحت تستهدف الناقلات النفطية والسفن التجارية، أصبحت اليوم تهدد مضيق هرمز أكثر من أي وقت آخر. أصبحت تقول أن هي الآن كما كانت في السابق شرطية المنطقة بالمعنى العسكري وبالمعنى السياسي، أي أن قرار الأمن والسلام تعتقد إيران أنه هو في طهران. فإذا الخطر الإيراني ازداد، وهو الثابت الوحيد خلال 40 سنة الماضية، وعلى دولنا أن تعرف كيف تتكيف وكيف تتعامل مع هذا الثابت الذي هو التهديد الإيراني والخطر الإيراني. النقطة الثانية له علاقة حقيقة بالمستجدين الذي أريد أن أذكرهما سريعا. المستجد الأول أن أمريكا تولت مسؤولية أمن الخليج سنة 1971، وأخذت على عاتقها أن تحفظ هذا الأمن واستقرار هذه المنطقة سنة 1971. لكن فجأة خلال 3-4 سنوات الأخيرة برزت أصوات في أمريكا، وشفنا شواهد في أمريكا أن أمريكا لا تود ربما أن تقوم بهذا الدور وحدها، ربما لا ترغب في ذلك وربما لا تستطيع ذلك أيضا. فإذا هناك أصوات أمريكية وربما توجه أمريكي في واشنطن أن منطقة الخليج لم تعد منطقة مصالح حيوية vital interest. هذا نسمعه ويجب أن نضعه في اعتبارنا الاستراتيجي. أهم من ذلك حدث انحسار كبير خاصة في ضوء ما جرى في أفغانستان، حدث انحسار في الثقة بأمريكا. والثقة في أمريكا ليست مطلقة فقط، وإنما لها أبعاد كثيرة. لم يعد بالإمكان الثقة في التقارير الاستخباراتية الأمريكية التي ثبت فشلها في أفغانستان، وربما سيثبت فشلها في العراق، ويثبت فشلها تجاه إيران في تعاملها مع إيران وفي حوارها في البرنامج النووي. الثقة في التقارير الأمريكية أصبحت في أدنى مستوياتها. الثقة في الحماية الأمريكية لم تعد بنفس الثقة الحديدية التي كانت سابقا. الثقة في الزعامة الأمريكية للعالم والقيادة الأمريكية للعالم لم تعد بنفس المستوى التي كانت عليه في السابق. الثقة في
الحماية الأمريكية بالنسبة لنا كم هذه الثقة مهمة تزعزعت قليلا خلال على الأقل السنوات، وربما ستتزعزع أكثر في السنوات القادمة. فهذا المستجد علينا أن نتعامل معه. ماذا لو انسحبت أمريكا ولو 1%، 2%، 5%؟ يجب علينا أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار. رغم ذلك في هذه الجزئية، رغم انحسار الثقة في الزعامة الأمريكية والقيادة الأمريكية والحماية الأمريكية والتقارير الأمريكية وحتى الرئيس الأمريكي لا يمكن الثقة في أقواله لأنه قال شيئا قبل أسبوعين واتضح أنه لا يدرك ماذا يقوله باعتراف أمريكا نفسها، رغم ذلك أمريكا ستظل كما ذكر بعض الزملاء أو كل الزملاء شريك استراتيجي رئيسي، ليس لنا فقط، لليابان، لكوريا، لأوروبا، للاتحاد الأوروبي، لكل العالم، ل134 دولة تستضيف القواعد الأمريكية. فأمريكا رغم انحسار الثقة بها لا زالت مهمة ولا بديل لها، ليس على في المستقبل القريب. وبالتالي علينا أيضا نتعامل مع هذين المستجدين، انحسار الثقة في أمريكا وأن أمريكا indispensable لا يمكن أن نجد بديلا لها. أنتقل إلى المستجد الثالث وهو موضوع هذه الندوة بشكل خاص، وله علاقة ليس فقط البروز الصيني في الخليج وإنما الاهتمام الآسيوي بالخليج، اهتمام أردني هندي، اهتمام صيني، اهتمام كوري، اهتمام ياباني، اهتمام الآسيوي وفي قلبه وأبرزه البروز والحضور الصيني الذي تزايد أكثر من أي وقت آخر وأكثر من أي شريك آسيوي وأيضا أي شريك أوروبي آخر خلال 15 سنوات الأخيرة. هذا البروز الصيني ليس اقتصادي، لم تعد الصين فقط قوة اقتصادية صاعدة، هذا حديث صحيح قبل 20 سنة، قبل 30 سنة، خلال 10 سنوات الأخيرة، 5 سنوات الأخيرة بكل تأكيد، الصين تبرز كقوة استراتيجية، كقوة عسكرية، كقوة سياسية جديدة، ولم تعد تكتفي بمحيطها الآسيوي، وإنما دخلت إلى عقر دارنا هنا في الخليج العربي وعبر البوابة الإيرانية. ربما لا يتسبب ذلك في قلق أحد، لكن علينا متابعة ذلك. أعتقد هذا البروز الصيني والحضور الصيني سيزداد، وينبغي أن لا نربطه فقط بالتجارة بطريق الحريري وطريق الحرير الجديد أو طريق وحزام الصينية الجديد. هناك أولا هدف تكتيكي صيني ثم هدف استراتيجي صيني، ولوضح ذلك سريعا فيما تبقى من دقائق. الهدف التكتيكي الصيني من دخول الصين إلى عقر دار أمريكا في الخليج هو تشتيت انتباه أمريكا مما يجري في شرق وجنوب شرق آسيا. الصين تود أن تقول تفضلوا أنا الآن على علاقة استراتيجية مع إيران وعلى علاقة عميقة مع دول الخليج نفطية استثمارية تجارية وما لذلك، فتشتيت للانتباه الأمريكي مما يجب أن يكون عليه في آسيا. لكن هناك بعد استراتيجي أعمق كثيرا من هذا البعد، وهو أن هناك شيء ما بين صراع تنافس على زعامة العالم. خلال القرن 21 أمريكا والصين في تنافس شديد على من ستكون له زعامة القرن 21، وهذا التنافس ليس تكتيكي، هذا التنافس استراتيجي. أمريكا الصين تود أن تكون منطقة الخليج بحيرة صينية خلال 50 سنة القادمة، بحيرة صينية إن أمكن إلى ذلك سبيلا، بعدين كانت بحيرة بريطانية خلال 150 سنة، وثم صارت بحيرة أمريكية خلال آخر 50 سنة منذ 1971. هذا هدف استراتيجي كيف نتعامل معه مهم جدا. فإذا المسألة ليست اقتصادية وليست تجارية وليست نفطية، وإنما هناك تحولات ضخمة
في آسيا كما أن هناك تحولات ضخمة في أمريكا وعلينا تعاون. الخلاصة على أساس لا أريد أن أضيف أكثر من عشان أخذ أكثر من وقتي، الخلاصة هي التالي: على دول الخليج التعامل مع هذا ثابت أولاً، الذي يتمثل في الخطر الإيراني الذي مستمر والذي يزدار خطورة، علينا نتعامل مع هذا الثابت في معادلة من الخليج، وعلينا أن نتعامل مع هذا المستجدان انحسار الثقة في أمريكا والبروز الصيني الجديد في الخليج وعلى المستوى العالمي. أريد أن أقول في خلاصة حديثي أستاذ عبد النبي أن دول الخليج تعاملت بنجاح شديد مع الخطر الإيراني خلال 40 سنة الماضية. عرفنا كيف نتكيف صعودا وهبوطا، إن كان خاتمي وإن كان أحمد نجاد والآن إبراهيم الرئيسي، تعاملنا حقيقة بنجاح، تمكننا من احتواء الثورة الإيرانية على صعيد دولنا. دولنا ظلت رغم الخطر الإيراني الأكثر استقرارا الأكثر ازدهارا خلال 40 سنة، بل دولنا ظلت هي المنطقة الصغيرة الآمنة المستقرة المزدهرة في محيط يعج، محيط جغرافي من أفغانستان إلى المغرب يعج بعدم الاستقرار وبقوى الفوضى وبجهاد الجار الإيراني وبداعش وبالإرهاب وبكل حاجة. فينبغي أن لا نفقد الثقة في قدراتنا وإمكانياتنا الضخمة التي مكنت دولنا من أن تكون الأكثر استقراراً، وستظل دولنا الأكثر استقراراً بمثل هذه الثقة ومثل هذه القيادة. وشكراً لك أستاذ عبد النبي.